طيب هناخد اس ام اس سريع. انا شفت في المنام اني في اوضه كبيره فيها سرير كبير، وشفت اختي جايبه عيش لسه مخبوز وفردته على السرير، وكان في مولود جديد هيتولد. اولا عندما اجد ان انا في غرفه النوم، ربنا قال اذ يغشيكم النعاس امنه منه وعلم ومن اياته منامكم بالليل، وقال اولم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه. وهناك امان وهناك سد. وعندما اجد العيش الخبز دون بيدل على 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 ان انا ادركت الخير. ليه؟ لان شوف يعني العيش دون من الرزق اللي ربنا كتبه في الدنيا ولا مش كتبه؟ طبعا. قال كلوا مما في الارض حلالا طيبا وكلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا من طيبات ما كسبتم. يبقى نشوف هنا الطعام، اما يطلع لنا واحد يقول لنا ايه ده ربنا قال فومها وبصلها وعدسها، تعالى ما نشوف ربنا عدلك الطعام ازاي يا اللي بتتكلم على رزق. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه متاعا لكم ولانعامكم. اذا هذا من متاع الدنيا تدركه. وعندما ارى انني في غرفه محكمه، الغرفة تدل على الأمان وهم في الغرفات آمنون، ولما أشوف أن هناك مولود فتدل على البشرة أيضا، لأن الله قال فبشرناه بغلام حليم، وقال في آية أخرى فبشرناه بغلام عليم، والله أعلى وأعلم.